كالعادة يعني عاد أنني مستغربة وكذا شلون هيك يصير. هاي إيفريون شلونكم؟ شلون إيفريون؟ إيه لا هاي حلوين شلونكم؟ صارتكم بألف ألف 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 خير وتشوفون الفيديو لليوم. بالبداية لازم أكو بيناتنا تفاهم، خلوني أفهمكم قبل ما تهجمون علي. بدأت المدرسة وحرفياً يعني ما أخذت نفس وعين، ووراها بدأت الامتحانات. صحيح إن المواد كانت قليلة وبعدنا يعني ما ماشيين بها، بس مع ذلك امتحنونا. للأسف كلش انضغطت، وأسبوع الجاي راح انضغط أكثر. يعني إذا أنا ما صورت هذا الفيديو هسه يعني راح أغيب قرابة الشهر أو أكثر من الشهر. فقررت إن أنا أصور هذا الفيديو لأنه عاجبني، أولاً عاجبني أسوي كيكة، ثانياً عاجبني إن أنا أحكي وياكم. بالبداية قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أنا أنزله، ولا تنسوا تضيفوني على مواقع التواصل مالتي راح أحط لكم إياهم بالوصف. أعتذر إنه أنا ما راح أحط لكم الكلام لأنه هذا راح ياخذ وقت كلش طويل بالمونتاج، وأنا أريد أمنتج بسرعة وأنزله لكم. خليني أقول لكم إنه هاي الوصفة مال الكيك مو وصفتي، وراح أحط لكم رابط الوصفة هم بالوصف. أجيبها باعوا. أكثر التعليقات أكثرها إجتي على الدراسة. ما راح اقرا تعليق عن الدراسة، هم كلهم نفس التعليق اللي يقولون فقدنا الشغف وما بينا حيل نكمل ومن هذا الحكي. فأنا يعني راح احكي بصورة عامة، وبعد اي تعليق عن الدراسة يعني ما راح اقرا، هو راح احكي بصورة عامة هسه. كل مرة انا اقول لكم ماكو شيء اسمه اني ما عندي واهس، يعني انا هاي الكلمة قلتها قبل وهسه حقولها وراح اظل الى الابد اقول لكم اياها. ماكو حرفيا يعني صدق دا احكي مو كذب، وهذا الكلام مو بس انا اقوله. ذاك اليوم طلع لي فيديو عن الدراسه، ووحده همينه بالانستا تحكي وتقول ما عندها شغف وما عندها حيل تدرس وما ادري شنو. فواحد من المعلق يعني انا ردت اعلق، بس لقيت واحد سابقني يعني هو معلق بالتعليق انه احنا ماكو شيء اسمه تحفيز، انت مجبور تشتغل، انت مجبور تدرس، انت مجبور تسوي هذا الشيء، مجبور حتى بعدين توصل للمكان اللي انت تريد توصل له. انا يعني ما بصراحه يعني ما عندي رغبه ادرس، كنا ما عندنا رغبه ندرس ترى، لا انت ولا انت ولا انتم ذول المجموعه اللي تكتبوا لي بكل فيديو ما عندي واهس وساعديني. بشي اساعدكم؟ بكم مدى تساعدون نفسكم وما تردون تطلعون اللي انتم بيه، وانتم نفسكم تسمعون نفسكم هذا الكلام ما بي حيل وما عندي واهس ما عندي شغف. كافي حبايب كافي، اتركوا هاي السالفه رجاء. انتم مجبورين تدرسون ومجبورين تسوون هذا الشيء حتى توصلون لحلمكم او توصلون للشيء اللي انتم تردوه. واذا انت ظليتوا هيك وظليتوا بهاي المرحله اللي هي مرحله الوهم مال اني ما عندي شغف واني مكتئبه وما بي حل اقرا، فابشركم انه انتم ما راح توصلون لاي شيء بحياتكم، وكل هاي الاحلام اللي تكتبوها واللي تخططوا لها هي راح تظل مجرد احلام وراح تظل مطبوعه على الورقه وما راح تسوون اي حركه تجاه هاي الاحلام. وعدت تقول مشكلتي الوحيده ادمان القهوه وحبك. المشكله اللي بعدها هاي البنيه تقول انه اني اغلب وقتي وحيده. شي مضوجني واقول ان انا ليش مو مثل باقي البنات. نرجع على موضوع الوحده، يعني هذا الموضوع الازلي اللي ما راح ينسد. الوحده بالعكس، الوحده مو شيء يضوج ولا شيء يخليك انه تحس نفسك مختلف، بالعكس الوحده مو بهذا السوء، مو بهذا السوء اللي هي البنيه تقوله، تقول ان هذا الشيء دائما يضوجها وتقول انه ليش هي مو مثل باقي البنات. مثل باقي البنات بشنو؟ انه باقي البنات يعني عندهم صديقات بس هي هاي الشيء يعني انت اللي مضوجك؟ انت المفروض تفرحين انه انت تقضين وقت ويا نفسك اكثر مما تقضين وقت ويا الناس. تاخذين خطوه يعني لازم انت تروحين تصادقين او تسوين علاقات اذا انت هي القضايجه من الوحده اللي انت بيه. انه انا بنفسي ما اشوف الوحده بهذا السوء، واني لحد الان احب انه اقضي اوقات ويا نفسي بدون اي احد ثاني، يعني بدون وجود اي احد حتى اهلي ما يدخل. انت يا اختاه لازم تلقين صديقات، اختلطي يعني من يفتحوا مواضيع سولفي ومن هالسوالف يعني وتبدي تصير عندك صديقات. انا مو كلش خبره بموضوع الصديقات. هي وحده تقول انه انا عصبيه ومتسرعه وبسبب هاي الصفتين صارت لي واي مشاكل. المشكله انه انت ما اجيتي عند الشخص الصح لانه انا هم عصبيه. بعيدا عن مزاجي الرايق اللي تشوفوه بالفيديوهات والتحشيش وكل شيء، بس اني نهائيا يعني مو انسانه بارده، بالعكس يعني اني انسانه كلش 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 عصبيه كلش. يعني بس لو اريد انطيك حل
يعني قبل ما تبدين تعصبين فكري بالموضوع، هل هذا الموضوع يسوى انه انت تعصبين؟ هل هذا الموضوع يستاهل انه انت تطي من وقتك وتفكيرك وعافيتك؟ ليش قلت عافيتك؟ لانه حرفيا العصبية ما تقتصر على صفة خارجية، لا طبعا هي بالداخل تأثر كلش 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 هواي. باعي اغلب المواضيع اللي انت تعصبين من وراها، يعني هل هي صدق تسوى هذا الاهتمام لو بس انت هيجي تعطيها اهتمام كونك انه انت عصبية؟ فكرة هيجي راح تشوفين انه هواي اشياء انطيتيها حجم اكبر من حجمها. اول ما تبدين انه انت تعصبين التزمي السكوت او عزي نفسك، غالبا انه تسكتين هو الحل الاحسن للعصبية. وعدة تقول مشكلتنا نحب فيديوهات واحدة اسمها فدك شال على قلبنا كل 16,000 سنة تنزل فيديو. والله يعني قلت لكم ان اني والله فترة امتحانات، يعني لو فارغة انتو تدرون بي مستحيل، يعني مستحيل انه اصوت، اكيد راح اصور لكم. اني مشكلتي ما اطلع اعفاء عام بالرابع. شلون تأكدتي انه انت ما راح تطلعين اعفاء؟ شلون تأكدتي من هاي المعلومة؟ ثانيا لو افترضنا ان هاي المعلومة حقيقية او يعني صادقة، فهل هي نهاية العالم انه انت ما طلعتي اعفاء؟ لا. هل احد من اهلك انضر او صحتك او اي نعمة بحياتك راحت؟ لا. اذا عادي، يعني مو نهاية العالم انه انت ما طلعتي اعفاء عام، ومو بس انت، يعني اكو هواية مثلك يعني يمكن ما راح يطلعون، يمكن احنا ما ندري. انتو يعني اسعوا، والله كريم ترى يعني رب العالمين كل شيء بايده، فكل شيء ممكن يصير. عندي صديقه هواي تلح ولازقه بيه، بس اني ما اريدها، راح تموتني. ليش ما ترديها؟ يعني انت ما ذكرتي سبب يخليني اني يعني اوقف بصفك على البنيه نفسها. هل هاي المشكله انه انسان هواي يحبك؟ ما اعتقد انه هاي مشكله. تردين تخلصين منها؟ فبس تجاهليها، يعني عزائي لهاي البنية لأنه أنتي تردين تتركيها، يعني عزائي لها. ما عندي مشاكل خارجية، مشاكلي الوحيدة ومشكلة أغلب الناس هي التفكير، وأنه إحنا ما نعرف نتعامل ويا تفكيرنا. إحنا بشر، كل اللي يجي على بالنا هو تفكير، ممكن يتحقق ممكن ما يتحقق، يعني ممكن هو خرافة الأشياء اللي إحنا نفكر بيها يعني مستحيلة، بس هو الإنسان إنسان طبعه يحب يفكر. يعني أنتم ما تقدرون إنه تمنعون نفسكم من التفكير بتاتا. هي تقول إنه هي تريد تتعامل ويا تفكيرها، يعني تعرف شلون تتعامل ويا تفكيرها والأفكار اللي تجيها. ما عيني بداية، خصوصا للأفكار اللي تفكيرهم سلبي، وأغلب الأفكار اللي تجيلهم هي أفكار سلبية. تفكير المبالغ بي تجاه أشياء على الأغلب ما راح تصير. الحل لكم انه انتم تستبدلون هاي الافكار. مثلا نرجع ناخذ كلام لبنية مثال اللي تقول انه هي ما راح تطلع اعفاء بالرابع. زين انت ليش تقولين يمكن ما اطلع اعفاء بالرابع؟ ليش ما تقولين يمكن اطلع اعفاء بالرابع؟ ليش ما تقولين الاحتمال الاكبر انه انا اطلع اعفاء بالرابع؟ الكلام السلبي مو تحاربوه بس تستبدلوه، انه الاسهل هو الاستبدال، بس مو تظلون تحاربون الفكرة نفسها. هاي الفكرة كل ما حاربتوها راح تزداد احتماليتها براسكم. فهون القانون الانسان كل ممنوع مرغوب، فانتو كل ما تحاولون انه تبعدون الفكرة راح تظل تتجلى براسكم. بس لو تستبدلوها هنا أنا محل فكرة راح تحل فكرة لخ، راح يخفف عليكم التفكير بشكل اضافة الى. حاولوا تفهمون طريقة تفكيركم اكثر من انه انتو تحاربوها. حاولوا تفهمون انتو ليش دا تفكرون هيج، هاي الافكار اللي دا تجي ليش دا تجي من الاساس، شنو هو المسبب الرئيسي لهاي الافكار، شنو هي الاشياء اللي دا تخليكم تفكرون على هذا النحو. مشكلة التفكير يعني مشكلة شوي معقدة اكثر من انه اني اقدر احلكم اياها، بس زيدوا تواصلكم ويا نفسكم. خليني اخلص الكيكة وبعد منتظر الفرن يحمى حتى احطها بيه. ما قلت لكم ركبت التقويم الجو، والبارحة حرفيا عانيت من ألم يا الله، يعني فظيع.
بس مثل ما قلت لكم هو ألم يوم واحد يعني بس البارحة، واليوم الحمد لله يعني الألم كلش خف يعني وهسه انتهى أصلا. من أطلع ما أعرف أسولف لأنه ما عندي ثقة بنفسي، هاي المشكلة كانت وياي، بس مو لأن أنا ما عندي ثقة بنفسي، بس لأن أنا كنت أتوتر أو أخجل أو أنحرج وأحس أنه ما أقدر أتقبل أحكي ويا أي أحد بس الناس يعرفهم وأهلي. أحس أنه الكلام ويا الغرباء أو أنه أنا أطلع قدام عدد من الناس وأحكي كان يعني بحد ذاته أنه أحس صعب كلش. من أريد أقول شيء يعني أعد بداخلي شقد يعني شقد أعد للعشرة، أعد للعشرة وأقول هذا الشيء ما أخليه بداخلي، أريد أقوله خلاص أعد قبل الكلام اللي أريد أقوله وأقوله وأقوله بصوت عالي عادي زين. وبعدين راح يعني ويا الاستمرارية راح تشوفين انه انتي قلتي حتى ما تعدين قبل ما تحكين قبل تحكين عادي، خصوصا انه انتي ما تحكين شيء غلط او تحكين شيء يدعي للخجل يعني فهمتي. قلتي ما اعرف اقول لا لاي شخص، مشكلة الازلية اللي الكل يعاني منها. بعدين قصتها انه ما تقدر ترفض شيء هي ما تريده. باعوا دائما انا اقول لكم لا تقبلون على شيء انتم مغصوبين عليه، لا تقبلون على شيء يحسسكم شعور سيء، لا تقبلون على شيء ينتقصكم، لا تقبلون بشيء انتم يعني ما مقتنعين به الاقتناع التام ابدا. ومو عيب، مو عيب انه انتم تقولوا لا او انه توقفون بوجه الشيء ده ينفرض عليكم وانتم ما تردون. الحل هي بس انه تترجلين مره مرتين الثالثه راح تصير سهله وراح تتعودين بعد ترفضين اي شيء خارج عن طاقتك او شيء انت ما تبدين تسويه مجبور عليه. شخصيتي ضعيفه وخجلانه، شلون اقوي شخصيتي واصير واثقه بنفسي؟ الموضوع هذا يعني يراد له انه مو بس هذا الفيديو، يراد له وقت طويل يعني يراد له فيديو اطول انه هو يتمحور بس عن الشخصيه وشلون نقوي شخصيتنا. ف انه ما اقدر اجاوبك هسه بمقطع قصير، انا راح اقول لكم كلام وانتوا بعد بكيفكم. كونوا واثقين من نفسكم دائما، انتوا ما انخلقتوا حتى الناس تستضعفكم، انتوا خلفاء بالارض، انتوا مالكين هاي الارض يعني من بعد الله سبحانه وتعالى انتوا ملوك على هاي الارض. ليش تعيشون بضعف او تعيشون بخجل او انه تحسون نفسكم مو ذاك الشيء؟ لا، انتوا شيء كلش عظيم، انتوا احسن خلق رب العالمين. كرم الانسان يعني يحط له انطاء عقل، انطاء قلب، انطاء روح، حياه يعيشه. فليش انتو هيك تستصغرون نفسكم بهذا القدر؟ انتو شيء كلش عظيم، لازم تفكرون بهذا الشيء. هذا الموضوع يراد لفيديو وحده كامل. طبعاً سمعوا بودكاستات، انا سمعت انه الناس سمعوا بودكاستات وتغيرت هواي من شخصيتهم، فهاي البودكاستات لا تستهينون بيها لانه يعني الافكار اللي تجي بالبودكاستات كلها افكار قويه، البودكاستات ايضا لها تاثير كلش قوي. اريد اتوب بس كل ما اتوب ارجع لنفس الغلط. احنا بشر كلنا نغلط، ماكو واحد من عندنا معصوم من الغلط، بس اكو فرق عن غلط وغلط. اكو انسان يوقع بالغلط مره وما يسمح لنفسه بعد يوقع به مره ثانيه ابد، بس اكو لا، اكو انسان شويه تكون نفسه ضعيفه يعني يذنب ويرجع ويذنب ويرجع ويذنب ويرجع. اوكي، وايضا رب العالمين غفور رحيم، بس انت ما تقدر دائما تقول هم يلا خل اذنب هو رب العالمين غفور رحيم بعدين من اتوب يغفر لي. لا، ماكو هيجي، ماكو هيجي. انت هيجي دت هون الذنب على نفسك يعني حتى خاف تذنب. يلا يا رب العالمين غفور رحيم. لا لا لا، ماكو هيجي، رب العالمين غفور رحيم بس نفس الوقت شديد العقاب. اوكي، فدائما فكروا انتو دت تصلون ودت ذنبون، يعني بهالحالة صلاتكم فقط حركات ما بيها اي فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ف يعني أنت إذا صلاتك ما تنهاكم من الذنب والمنكر اللي تسووه فأنتم ما تستهدون من رب العالمين إلا بعد، ما تتقربون وما تحرزون أي نتيجة. شنو راح يكون موقفكم لو من قبلت صلاتكم؟ شنو راح يكون موقفكم لما رب العالمين يقول لك أنه أنا أعطيتك وقت طويل، أنت ليش ما تبت؟ ليش ما تبت بهذا الوقت؟ ما اعتقد انه انتم تردون العقاب او العذاب رب العالمين وعد او توعد به بالقران. واحده تقول مشكلتي كل ما اصلي احس انه صلاتي باطله. شك بالصلاه يبطل الصلاه، يعني انت اذا شكيتي بصلاتك او حسيتي انه صلاتك باطله فصلاتك كلها باطله، وحتى وضوءك احتمال راح يكون باطل. عودي الشيطان،
لأن الشيطان قوي، شيطان الإنسان قوي. فدائما تعوذي الشيطان، ما دام انت متاكده من صلاتك، صليتيها عدل، صليتيها بالركعة المحدده، دعيتي وكل شيء سويتي، ها هي ابدا لا تفكرين بيها. اضيف الشكر، شوفوا شو المفصول الزيت على المي. اريد اكون انسانه مقبوله بنظر الكل، وما اريد احد يكرهني. انتوا اللي انه باعي، مع احتراماتي اليك وما دا اقصدك، بس انت انا اقصد جميع كلامي هذا، انتوا اللي تحاولون تكونون مثاليين من كل ناحيه، وعبالكم انه اذا جاملتوا الكل او استلطفتوا الكل ها هي الكل راح يصير يحبكم. انتوا حرفيا يعني عند تسوون نفسكم مضحكه، يعني مع احتراماتي والله، بس ماكو شيء اسمه انه انا اريد ارضي الكل واريد الكل يحبني. ماكو هيك شيء، ماكو انسان يحب الكل، ماكو هالشيء، ماكو هالشيء. لا تسعون لهذا الشيء من البدايه. يعني أنا أحكي لكم إياها، قلتي إنه أريد أترك الدراسة بسبب الظروف، ما عندي وقت إلها، إيش تنصحوني؟ زين لما تركين دراسة، هذا الوقت اللي راح تركين بيه دراسة، شو راح تسوين بيه؟ يعني هل عندك مثلاً شيء أهم هالقد من الدراسة، بحيث إنه أنت راح تنهين دراستك على مودة؟ تشوفين إنه دراستك يعني تاخذ منك هواي وقت، ويعني من تلحقين على هذا الشيء، شنو هذا الشيء اللي يخليك صديق تركين دراستك؟ هاي السالفة ما أريد أترك الدراسة رجاءً، أرجوكم يعني. تركونا هسه من مشاكل المتابعين، تعالوا على الكيكة. باو، قبل ما تحتون علي، ترى أنا ما عندي هذا القالب المزروف من فوق، يعني مال كيكة بركانية ما عندي. فأضطر إنه أجيب قالب مسدود وأحط بيه كوب حتى يصير عود، إنه من جوا دائرة يعني وترتفع الكيكة. بس شوفوا شنو اللي صار. شلون الكوب؟ نورني يا وردة. بس أريد ليش هيك؟ هاي صار مرتين اسويها وتفشل، على الرغم ان انا مسويتها مره قبل، وبس ذيك المره ضبطت وهسه ماكو. يعني احنا ما يوقفنا هاي الشغله، بعدين انا راح ازرفها من النص ويعني اطلع الكيك وتصير بيها فتحه، فهي عاشوا عيشه سعيده. شو شكلها؟ زرفتها من جوا، يعني طلعت الكوب يعني وحلينا المشكله، وهسه زرفتها من جوا وهذا بقيته جوا، يعني عادي احنا راح ناكله كل الاحوال. بس نجي نصب الصوص الرائع هذا. طبعا هذا الصوص مو نفسه من ام القناه اخذته، يعني هذا انا ضفت عليه ايش كم مكون، بس انا اعتقد يعني صوصي اطيب من الصوص اللي سويته، لان انا اضيف له ايش كم مكون، يعني شفت فيديو فدمجت الوصفتين وطلع هذا الصوص. شلون هذا شكله؟ لا يعني جدا جميل، جدا يعني مو جميل شويه، لا كلش جدا جميل، واحس الطعام راح يطلع هم اجمل. فخلونا نقص قطعه، نقول بسم الله. بقى الكيك يعني طبعا عذرونا، والله ما ادري شو ده، احس الكيك اكو بيه فت خلل ما اعرف ليش. مهم سهايه وي بعصص. ايه ده يلا نتذوق هذا الابداع، تفضلوا وياني. بسم الله. هذا ان شاء الله منا للي خلصان عادي، يعني جدا طبيعي. اطيب كيكة شوكولاتة مع احتراماتي. انا تكون تيت فقرة مشاكل المتابعين، راح تقولوا لي المشاكل اللي اخذتها قليلة. والله يا حبايبي اذا انتم كلكم قاعدة تحكون عن شغف الدراسة، اذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات حتى نخاف نسويه بالمستقبل مرة ثانية، او نسويه على اسئلة ونطبخ سوا وهيجي. يعني انا كلش حبيته وكلش استمتعت به، رغم اخذ مني وقت كلش طويل. وارجع واقول لكم لا تنسون تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد انزله، ولا تنسون تضيفوني على مواقع التواصل مالتي، وظلوا بخير دائما ابدا. احبكم كلش هواي. Bye.